لك وينو شيخي هلا وينو؟ فاتوا عليه عنده شيء، ما يكون عزمه على الغداء وانا واقف ميت من جوعي برا؟ لا ما في داعي تاكل. لك شو عم يساوي كل الوقت؟ بلا ما دق الباب حاكي مع ابن حماية بارا، يمكن الله ينقري مني. ماشي يا ابو صبحي ماشي. هيك يا ابو صبحي هيك، ليش منطمني كل الوقت برا؟ انت مالك شغل معي يا ابو عدنان، شغلك مع سيدنا الشيخ. هيك لك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الك بس سيدي. شفت شيخي؟ نصيبك نصيبك. شو شيخي شو سمعه؟ هلا امشي على دكانتك وهنيك بحكي لك كل شيء يا ابو عدنان. ها يعني ما بده يرجع لي اخته؟ شبك محرص ابو عدنان، هلا بدكانتك بحكي لك كل شيء. شباب اي شرف شرف شرف. شوف لي ناجي اذا بده يبيع املاك ابوه ولا بده يبقى بالحاره. وانت شو بدك يا ابي؟ انا بدي اياه يبقى بالحاره ويتعالق مع بيت ابو عطاء. مشان شو؟ ساعتها بناخذ املاكه بالسعر اللي بيناسبنا. بدك تشتري منه البيت يا ابي؟ والحمام والدكان. ايوه اخطي عمتك، حاطه مصارية وقاعده لا شغلي ولا عملي. خلينا نشغل لي اياه. ابو الصيد؟ ايه ابو الصيد. اه يا ابو عذاب. اه يا ابو عذاب. يا ابو عدنان، ابو صبحي معه حق انه ما يرجع لك مرتك. وليش بقى شيخي؟ لانك رميت عليها يمين الطلاق لمجرد انه شفتها واقفه مع ابن عدنان. لك شو واقفه مع واحد غريب؟ ما انا منبه عليها ما تحكي معه لعدنان. بعدين شلون بتطلع من البيت بلا اذني شيخي؟ هذا ابنه يا ابو عدنان، ابنه. رقم ما اختلفنا، بس انا مقلعه من البيت. المهم انت موافق على شروط ابو صبحي يا ابو عدنان؟ انو شرط منه؟ انك تكتب له البيت باسمه لحتى مو كل ساعه والتانية ترمي عليها يمين الطلاق. ايه لا لا مالي موافق، هذا بعيد عن احناك بنوب. تصطفل يا ابو عدنان. يا الله. وين وين شيخي؟ رايح على البيت. وشغلتي انا؟ شغلتك يا ابو عدنان بايدك حله. هلا بتلاقوها يعني مناسبة اني سجل البيت باسمها وضل انا بلا بيت؟ طبعا يا ابو عدنان، لازم تسجل البيت باسمها لحتى تأمن على عيشتها من بعد الفصل الناقص اللي سويته معها يا ظالم. هلا انا ظالم؟ ظالم يا ابو عدنان، انت رجال ظالم. شيخ لسه بيقول لي ظالم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي. ما بكتب لك بيت لو بتطلع بتدين عن مادني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو أنت ما بتفهم يا أبو عدنان، ما بتفهم؟ يا بينكتب البيت كله باسمه يا أما مع السلامة. سامحني سيدي. مسامحك يا أبو صبحي مسامحك. شو أبو صبحي؟ إن شاء الله فكر بدي أتجوز أختك مرة تانية أنا. لك شو فكر يا أبو عدنان؟ هلا في عقد جديد ومهر جديد وكله بده يسجل باسم البنت. أوف. وليش بقى شيخي؟ لأنه طلعت من بيتك وانت رامي عليها يمين الطلاق يا أبو عدنان. فهموا يا سيدي فهموا، بنات الناس ما لها لعبة على كل ساعة والتانية يرمي عليها الطلاق. أبو عدنان فهمان شو عم بيعمل يا أبو صبحي. لك بكفي، جوزناك ياها ببلاش وعيشت طول عمرها جوعانة مملاقية اللقمة. بقى يا بتقبل يلي بدنا ياه يا أما مع السلامة. ايه مع السلامة أبو الناقص. أبو الناقص انت قلتها. شرف يا أبو عدنان شرف. أبو صبحية أبو صبحية. خير أبو عدنان؟ خلاص أخي أنا موافق باللي بدك يا. هلا بقدركم تفضلوا. تفضل سيدنا. يلا يلا يلا. لا تدوري عليها، صارت ببيت جوزها. جوزتها؟ لك أنا مشان شو رجعتي؟ لك الله لا يوشي لك الخير يا حق. لك اخرسي وليه؟
وعم تقلي خلصي كمان؟ ايه بتخلصي وبتسدي حالك سرايا عطيها. اطلع من بيتي لكان. وعم تطلعيني من بيتي لك شو مني؟ هذا بيتي مو بيتك. نعم والله مزبوط. الله لا يوجه لك الخير يا ابو عدنان بجاه الله. الله يخليكي. اسمعيني حبيبتي اسمعيني. اسمع. ما بدي اسمع منك شيء. اطلع لبرا. لك يا قلبي يا عيوني هدي حالك واسمعي. شو بدك تقلي يا ظالم؟ ظالم؟ ماشي مقبولة منك ظالم. لك الله لا يوفقك على هالعملة. لك يا حبيبتي يا قلبي خلص هدي حالك. عادي عادي لنحكي عادي. لك ولي عليك ولي عليك وعلى هيك جوازة. لك الله لا يوفقك يا ابو عدنان. لك ان شاء الله بتلاقيها بصحتك. إلهي يا رب. لك يخرب بيتك. لك ما فيك ضمير عندي. لك هاي بنتك. لك الله لا يوفقك. إلهي اسمعيني. وهي رجعت لك امك لابوك غيره في شي كمان؟ لا عن جد ابن عمي وينها؟ خليني اشوفها. الله يخليك. يا على راسي يا ما بحلالي لك غيرها. وين معدنا؟ رايحه لعندها وراجعت لك. ايه روحي يلا معك. لا تطولي روحي عم بستناكي. ها بس ارجع ما بدي لاقيك هون فهمت؟ انا لك ليش؟ انا لك ليش رجعتها وكتبت لها البيت باسمها بديش ليش؟ ها